ولما انا تجيت لعبه ما غاديش نتكلم. انا اليوم عندي كلمه واحده، واحيي الدفاع على المجهود الكبير الذي بذل من اجل وضع المحكمه امام صوره السياق العام لهذه المحاكمه التي انطلقت بعد مرور 26 سنه. طرحت الكثير من الاسئله حول لمصلحه من هذا الملف، طرحت الكثير من الاسئله والدفعات التي تدحض كافه ما يروج للاسف عبر وسائل الاعلام بطريقه غير صحيحه. ولذلك اليوم لا يمكن لي الا ان احيي الدفاع على استماتته، ليس من اجل الدفاع عن عبد العالي حميد الدين، ولكن من اجل الدفاع عن القانون وعن الامن القضائي وعن استقرار احكام القضاء. هذا هو المهم اليوم وهذه هي الرساله. كما انني اريد ان احيي جميع الاخوه والاخوات الذين حضروا من قياديين في حزب العداله والتنميه ومتعاطفين وشباب من اجل المسانده والمؤازره. هذا كله من دواعي الافتخار والسرور. وايضا اريد ان احيي المحكمه على سعه صدرها، واحيي ايضا هيئه القضاء على قدرتها على الانصات، 6 ساعات من الانصات الرصين الذي لا يمكن معه الا ان نعبر عن اطمئناننا بأننا إن شاء الله ستعرف الحقيقة، ولا نريد إلا الحقيقة في هذا الملف. شكرا لكم.